صلوات الله عليهم كان لهم رصيد كبير في الأمة. الأمة عموماً. الأمة منشدة إلى أهل البيت، تحب أهل البيت، تعشق أهل البيت إذا صح التعبير. هذا الانشداد من قبل 1400 عام الى هذا اليوم. إنتوا الآن روحوا إلى كربلاء. شوفوا أن الناس ماذا يصنعون. شايفين واحد يروح إلى قبر المتوكل. شايفين واحد يبكي على المعتمد. شايفين واحد يروح إلى قبر الوليد أو هشام ابن عبد الملك أو ما أشبه ذلك إلا إذا واحد يروح للتفرج مو أكثر من هذا اكو واحد من الأمة ينشد إلى الوليد أو هشام أما روحوا إلى كربلاء شوفوا الملايين كيف تتفانى في حب الإمام الحسين صلوات الله عليه روحوا إلى النجف الأشرف لاحظوا كيف أن الملايين يقصدون علي صلوات الله عليه روحوا إلى الشام مرقد السيده رقيه صلوات الله عليها الطفل الصغير روحوا الى حلب مشهد النقطه يقال ان النقطه من دم راس سيد الشهداء قطرت على صخره هناك بني مشهد المؤمنون من شرق الدنيا وغربها يقصدون مشهد النقطه وهذا المشهد اذا ترحون اليه فد روحانيه عجيبه وصفاء عجيب واحد يشعر بحاله اخرى في مشهد النقطه مشهد السقط في جبال سوريا سقط الناس يقصدونه ويصعدون الجبل روحوا الى القاهره شوفوا الناس من الشيعة وغيرهم ماذا يصنعون بمراقد اهل البيت حب عجيب قبل يوم كان ثلاث ليالي كم ليله قبل احد الاخوه نقل لي ان استاذا مرموقا في إحدى جامعات الغرب وذكرها الجامعة أستاذ كبير مشهور له موقع متميز وعضو هذا الرجل في محطة فضائية، محطة فضائية مهمة في الدنيا هذا الرجل الكبير ترك منصبه ومقامه وموقعه تدرون ليش وجاء إلى مشهد المشرف وارتدى ثياب الخدم حتى يكون خادما من خدام مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه خادم يعني يلبس ملابس الخدم ويعمل كما يعمل الخدم، شوفوا هذا الحب، بعد 1400 عام بعض التجار الكبار في بعض البلاد في كل اسبوع مره او كل شهر مره يتركون بلدهم يركب الطائره يجي الى مشهد ويلبس ملابس الخدم ويفتخر بخدمه مشهد الامام الرضا صلوات الله عليه يعني مثلا يقدم الاحذيه للزائرين يفتخر بذلك شوفوا هذا الحوض انا رايت احد العلماء قبل فتره في مشهد عالم الى موقع في بلده قال أنا كل شهر مرة أو أكثر الآن ما أتذكر العدد أركب الطائرة من بلدي وأجي إلى مشهد وألبس ملابس الخدم وأخدم في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه قلت له كم مرة الآن جيت إلى مشهد أظن قال لي ثلاثمية وكذا مرة يفتخرون بأن يكونوا خدم في روضة أئمة أهل البيت مو افتخار هذا افتخار واحد يكون خادم لخادم أهل البيت يعني مفخرة واحد يكون خادم لقنبر الذي هو خادم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه شوفوا هذا الحب بعد ألف عام الأمة تحب أهل البيت وتكره الحكومة الحكومات الامويه، الحكومات العباسيه يكرهونهم، يبغضونهم، يلعنونهم كما امر القران الكريم، هؤلاء الحكام ما يتحملون هذا الواقع فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطاردون اهل البيت يهمشون اهل البيت يضيقون الخناق على اهل البيت يسجنون اهل البيت حتى الامام الرضا صلوات الله عليه المامون سجنه فتره من الزمن يعني سجن ولي العهد ولي عهد الذي عينه وليا للعهد سجنه فتره وقطع ارتباطه بالناس شوفوا التواريخ الامام الرضا مده كان معتقل مسجون قتلوه سموه شتتوهم في بقاع الآر بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين